ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الفتاح بالعمشي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية. دكتور بالعمشي، أهلا ومرحبا بك. مساء الخير. أهلا يا هلا. دكتور بالعمشي، ما قراءتك لمضمون البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية المغربية بخصوص قرار إسبانيا استقبال زعيم الميليشيات، ميليشيات بوليساريو؟ هذا البلاغ هو موقف الحكومة المغربية تجاه الانتظار أولا للاستفسار الذي طالب به المغرب الإدارة الإسبانية حول استقبالها لإبراهيم غالي زعيم ميليشيا البوليساريو في إسبانيا واستشفائه في مستشفى حكومي ودخوله للأراضي الإسبانية بهوية يعني منتحلة وبتزوير لوثائق بإعاز بطبيعة الحال من الإدارة الجزائرية. كل هذه الأمور لا يمكن أن تمر على السلطات وعلى الاستخبارات الإسبانية بدون أن تحاط بها علما وبدون أن تكون يعني قابلة بهذا الدخول وبهذا الاستشفاء في هذه الظروف. حينما يكون تزوير من قبل أفراد ذاتيين فإن القوانين الوطنية هي يكون لها الإعمال في هذا المستوى، ولكن حينما يكون تزوير من دول فإن الثقة أولا والحفاظ على العلاقات فيما بين الدول هو الكفيل بتجاوز مثل هذه النقاط. نعم، وهذا ما يبرزه بلاغ وزارة الخارجية الذي جاء بلهجة قوية واضحة بأن المغرب ينتظر أن تتفهم الإدارة الإسبانية موقفه وأن تعطي استفسارات واقعية وضامنة لاستمرارية العلاقات الثنائية في جودتها الحالية، وأن كذلك يتم إعمال القضاء أمام الإجرام وأمام الشكاوى التي قدمت في مواجهة إبراهيم غالي دون أن تفعل لحد الآن. نعم دكتور بالعمشي، البلاغ كما ذكرت شدد على أن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة. على ضوء ذلك، ما هي تبعات هذا القرار على مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية؟ أعتقد بأن الدبلوماسية المغربية هي لم تتخذ أي قرار، هي اتخذت موقفا واضحا وصارما فيما يخص مصالحها وفيما يخص استرجاع تثبيت العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا حول الشراكة القائمة. نهاية البلاغ جاءت بلغة دبلوماسية بمعنى أنه على الدبلوماسية الإسبانية أن تعود إلى جدة الصواب وأن تتخذ ما يلزم في مثل هذه الأمور وأن تختار فيما بين القيام بأعمال ربما تجر عليها يعني مساءلات مجتمعية وسياسية وقانونية من قبل للمجتمع الإسباني الداخلي والمجتمع الدولي، أو أن تختار شراكة مبنية على أفكار بناءة وعلى استراتيجيات وشراكات قائمة بين دولتين ذات سيادة لهما دور محوري في العلاقات الإفريقية الأوروبية ولهما دور محوري كذلك فيما يتعلق بالمبادلات التجارية وفيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية وفيما يتعلق بملفات الجاليات المغربية الموجودة في إسبانيا إلى آخره من الملفات التي يجب أن ينظر إليها اليوم بشكل متكامل وبرزنامة واحدة لا تجزئ فيها فيما يتعلق بهذه العلاقات. الدكتور عبد الفتاح بالعمشي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية، شكرا جزيلا لك.